هسيبكم مع تقرير لشاب العازر بدر، ده فنان تشكيلي نفسه يشوف الشارع المصري كما يجب، نفسه ما يشوفش فيه زبالة، نفسه يشوف الناس منضبطة بتحترم إشارات المرور، بنساعد بعض. الشعب المصري الطيب بأصله بطبيعته، المتدين بطبيعته، دي هنعمل لها حلقة على فكرة، احنا متدينين بجد ولا لا، وبطبيعتنا ولا دخل علينا حاجة. لكن هو كان ليه زوايا رؤية. زملائي في وحدة التقارير نزلوا وقابلوا العازر بدر، هنسيبكم مع هذا التقرير. بعد التقرير والفاصل سنعود إليكم لنطرح ما هي مشكلات الاقتصاد في مصر، كيف يمكن أن نحل الأزمة. كلنا عارفين احنا في أزمة، طول ما انت غارق في الأزمة مش هفضل أبص تحت رجل. هي في أزمة، كنت قاعد مع رجل أعمال امبارح فبيقول لي أنا بتجيلي مشاكل كتير، بس أنا ما بقولش إيه المشكلة، أنا بقول إيه الحل. دائما لازم نبحث عن الحل. النهاردة مع ضيوفي، معايا الأستاذ محمود شامل رئيس مجلس إدارة شركة ماربيلا، هو مصري كندي كان بره لكن رجع مصر وأصر أن يستثمر فيها وعامل نجاح كبير، لكن عنده رؤى علشان نستطيع أن نواجه المشكلات. أيضا معي رجل الأعمال وواحد من أشهر الشركات في بيع السيارات ولديه عدة توكيلات، السيد علاء السبع. طبعا كلهم هم أعضاء الشعب والحاجات دي مش مهم، هم مواطنين مصريين لديهم أحلام لهذا الوطن، لا هربوا ولا واقفين عند فكرة التكسير والتحطيم. أنا على فكرة ممكن أطلع لكم كل حاجة سيئة، يعني أنا لو اتكلمت عن الاستوديو ده وعايز أطلعه لكم أمر، هوصف لكم الناس اللي واقفة ورا الكاميرات، هوصف لكم الروح اللي موجود، كل واحد يختار زاوية. ممكن أقول لك على التكشيرة والمش عارف إيه، وكان في نقطة تراب والتقيت حتة هنا مكسورة. اللي عايز يدمر سهل يدمر، واللي بيحب ما بيدمرش، بيبني. وهذه ستكون فقرتنا القادمة. الفن ده نوع من الفنون التشكيلية اسمه الديوراما أو المينيشر، المفروض ان هو بيصغر أو بيعامل المحاكاة للواقع بأشكال قطع مصغرة. فهو فن قديم جدا، بس هو مش منتشر في مصر بشكل كبير، رغم ان في فنانين كتير بيشتغلوا في الديوراما أو في المينيشر. الفن التشكيلي عموما زيه زي السينما والمسرح والإعلام، بيحاول إن هو يسلط الضوء على بعض المشكلات أو يسلط الضوء على حاجة إيجابية، يعني مش بس حاجات سلبية ولا دايما حاجات إيجابية. مصغر بتاع شارع 19، كنت حابب أتناول بعض المشاكل المجتمعية اللي موجودة في أماكن مختلفة مش بس في مكان واحد. بما أني يعني عامل شارع في مكان شعبي أو في مكان الحارة مثلا، حبيت أحط الموتيفات أو العناصر اللي الناس متعودة بتشوفها في الأماكن دي، يعني مثلا زي إلقاء القمامة في أماكن مش بتاعتها، يعني اللي هي السلوك العشوائي للناس، مش لكل الناس طبعا، لبعض الناس السلبية إن هي ممكن تبتدي ترمي المخلفات في أي مكان. بالنسبة للحيوانات الضالة أو المكت بتاع الكلب ده، أنا عملته مش بشكل كلب لطيف، لا ده في إصابة، لأن برضو من ضمن المشكلات السلبية للمجتمع إن أحياناً بيبقى في ناس بتعتدي على الكائنات دي أو بتأذيها، وده سلوك مش صح طبعاً. فحبيت يعني ألفت نظر الناس إن لا، السلوكيات دي غلط، محتاجين إن احنا نبص عليها، محتاجين إن احنا نصلحها. الناس هي اللي بدأت تتفاعل معايا تقول لي طب ما تيجي نحط منشر، طب ما تيجي نعمل إيريال وديش وهكذا. فهو ده المطلوب، إن الناس تتفاعل، الناس تعيش مع العمل زي مسلسل أو زي حلقات مختلفة كده. الرسالة اللي حابب أوجهها للناس من خلال الماكت اللي هو أو المصغر اللي هو شارع 19، إن الناس الأول تتعرف على فن الديوراما، تبتدي تتفاعل معاه. ومن الناحية التانية الهدف الرئيسي بقى المشكلات السلبية اللي موجودة في المجتمع، تبتدي الناس يبقى في وعي بالنسبة للجزئيات دي ويبتدي السلوك يتغير، فيكون الهدف يتحقق يعني.